وانهم مسوين عزيمه لخروجهم من السجن. اخوياك مسكوهم صح؟ رح انت وسلم نفسك. الا ناظر قدام سيارات الاسعافات وهليكوبتر وشرطه مطوق المكان. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. أول شيء الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة. والله العظيم شكرا على الدعم الجبار اللي قاعدين تسوونه، وشكرا والله العظيم على الكلام الإيجابي اللي قاعدين تكتبونه. يلا يا رب إنه يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. قصة اليوم حرفيا قصة عجيبة غريبة، قصة مختلفة حرفيا في عالم القصص، وأنا أحب أروي هذه القصص دائما. قصة اليوم راح أقول ممكن تصير فيلم. قصة اليوم من قوة ما هي قصة، عادي أقول لكم إنكم يوم من الأيام عادي تشوفها في احد الافلام. واذا قلت هذه الكلمه بعرف ان القصه جباره لابعد درجه. قبل ما نبدا حبيبي وعزيزي في مقطع اليوم، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، باقي شوي ونوصل مليون متابع. نبغى عاد نجيب درع المليون ونحطه جنب درع العشرة مليون اللي موجود فوق الشاشه. لا تحرمونا من دعمكم ويلا خلينا نبدا. مثل ما انتم عارفين القصص دائما تروي لنا اشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. فالقصص عالم جميل في هذا الكون. قصه اليوم يا جماعه الخير بدت مع شخص اسمه عمر في رابع ابتدائي. خلوني اعلمكم من هو عمر. عمر جماعة الخير يعيش في منطقة ما راح أقول إنها مدينة، أقرب حرفيا للقرية. يقول عمر في يوم من الأيام في صف رابع ابتدائي كنت أدرس في أحد المدارس القريبة عند بيتنا، والمدرسة هذه أو الابتدائية هذه معروفة أنها تطلع الطلاب نخبة، وكان أبوي وأمي دائما يبغوني أدرس في هذه المدرسة، وحرفيا كل اللي موجودين في الحارة يدرسون في ذا المدرسة. يقول عمر في يوم من الأيام قبل الاختبارات النهائية ممكن بشهر، خلاص بنتخرج من الرابع بنروح الخامس. يقول في شخص معنا في الفصل اسمه عايض، كانوا يجون طلاب من الفصول الثانية الموجودة يدخلون الفصل دائما ويتكلمون على عايض هذا. يقول عمر والله العظيم اني كنت اشوفهم ولكن ما كنت ابغى اسوي اي شيء، لاني دائما اقول يا ولد مالك دخل فيهم ولا لك دخل فيه، واكسر الشر وخله. مع العلم يا جماعة الخير ان عمر كان ربي معطيه قوة جسمانية رهيبة. يقول كنت انا اكبر واحد جسما في الفصل ولكن اسكت وامشي الامور. والرجال هذا اللي اسمه عايض بعض الاحيان اجي اكلمه اقول له يا عايض لا تسمحهم يا ولد يسوون فيك كذا، لا تصير ضعيف وانتبه تخاف، وعندك المدير او المرشد الطلابي يا اخي روح وقل لا تصير خواف لهذه الدرجه. يقول المهم واستمرت الايام في الاختبارات النهائيه حقت رابع ابتدائي بنروح الخامس. يقول والله العظيم دخلوا بعد الفسحه الثانيه على عايض. يقول عايض كان قاعد ورا في اخر الفصل. يقول عايض كان ولد صغير وابيضاني شوي ومحترم وطيب ولا فيه اي مشكله، ولكن مشكلته ان الناس هذه قاعده تنمر عليه. خلوني اعلمكم السالفه. يقول المهم دخلوا على عايض لين نهايه الفصل. يقول الا اسمع صوت كف طرخ يا ولد من ذا اللي انسطر، وناظر ورا اللي عايض قاعد يصيح ويبكي بكى غير طبيعي. يقول وذول يكبون عليه مويه وخويه الثاني يتفل عليه. يقول عمر انا انحرقت من جوا، قلت يهينونه عشان ما يتكلم وساكت. يقول عمر ودف الطاوله كذا وانا معتمي. يقول وارجع لين ورا وامسك اول واحد واسطره كف. يقول اللي يلفون اثنين اخوياه ويخنقوني، وعايض قاعد يتفرج يقول يا عمر مالك دخل، يا عمر مالك دخل، انت بذول اقسم بالله العظيم ما يخلونك. يقول المهم وهم كذا يعني ماسكين، يقول ودفدفهم في الطاولات حقت المدرسه، يقول ودفدفهم داخل ذا الفصل واصقع فيهم لين انفكت يدي. يقول يوم انفكت يدي، يقول يوم انفكت يدي الا انا عند السبوره قدام. يقول كانت السبوره حقتنا خشب اللي يكتبونها بالطباشير. يقول واسحب المساحه القديمه ذيك اللي يجي فيها ريش. يقول من ورا هذه المساحه فيها خشبه. يقول وامسكها وافقع فيها راس الشخص اللي خانقني، الا الشخص هذا يصير يبكي. يقول صار يبكي يبكي بكاء غير طبيعي، قلت بس الولد ذا شكله بيموت. يقول الا الاثنين ذولي خذوا خويهم ومشوا، واروح عند عايض قلت عايض اقسم بالله العظيم لو تستمر على هذا الشيء وتصير خواف والله ما يخلونك، يا اخي روح للمدير او روح للوكيل او روح للمرشد. يقول كان عايض خواف لابعد درجه. يقول المهم جلسنا الا شوي يطق الباب طق 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 طق، كانت ذيك الايام حصه رياضيات، الا هو يا جماعه الخير وكيل المدرسه. وين عمر؟ تعال يا عمر، تعال يا عايض. يقول المهم ونطلع ونروح عند غرفه الوكيل الا نحصل الثلاثه ذولي، وحرفيا كان المثل ينطبق ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني هم راعي المشاكل ليه رايحين يشتكون؟ يقول له شوي الوكيل يضيق علي، عمر وش دخل كنت تطاق مع الناس؟ وليه تطاق معهم؟ هنا الناس جايه تدرس وانت تطاق معهم؟ قلت له يا استاذ والله العظيم انهم كانوا يضربون عايض ويتفلون عليه ويكبون عليه المويه وحرفيا ماسحين كرامه الارض. شوي يلف على الطلاب اللي طقوا عايض، قال لهم انتم لامسين عايض؟ قال والله ما لمسناه ولا جيناه وهذا الرجال يفتري من راسه. يقول شوي الوكيل يسال عايض، عايض الطلاب ذولي طقوك؟ يقول عايض سكت شوي وقعد يناظر فيني وعيونه تدمع، ولا ذوليك يناظرون فيه ويقولوا له لا
لا قل لا قل لا. قل شوي قال يا استاذ لا ما طقوني. يقول عمر انا انهبلت. يا ولد شو السالفه؟ سو خير يجيك شر. شي قلب علي عايض. المهم الوكيل وقعنا على تعهدات وقال لنا اطلعوا. يقول انا طالع وناظر في عايض. قلت يا ولد عايض ليه قلت لهم كذا؟ ليه قلت له لا؟ قال لي طقوني يا اخي عشان تاخذ حقك. قال يا عايض هذولي والله رعيم مشاكل والله ما يخلوني واسف اني اقسم بالله قلت ما يدق قدام الوكيل لا. المهم يقول عمر ولع صدري نار الان في زعله. يقول يوم رحنا عند الوكيل يقول لا ما ضربوني. يقول وارجع الفصل واقع. يقول لا يمرون هذول الطلاب ويجون كذا يمسحون على وجهي بيديهم. يقول زي اللي يسوون كذا بوجهي واوخر يديهم وانا ما ابغى اتمشكل ولا ابغى اطاق نهائيا. وقلت في نفسي والله العظيم ما عاد افزع العايض لو يموت. والله لو اشوفهم طقين اطق والله ما عاد افزع له. يقول المهم وتمر الايام وانا في قلبي جحدتهم قدام الوكيل وجحدت عايض بهذا الشيء. مسكت ثلاثه من الطلاب قلت لهم تتذكرون يوم كنت اطاق مع الطلاب هذوليك؟ قالوا لي ايه. قلت لهم تشهدون بذا الكلام عند الوكيل؟ يقول لاحظت انهم مرتعبين من الثلاث طلاب هذول. قال والله اسمح لنا يا عمر هذول راعين مشاكل وحنا منا فاضيين تراهم يجون بسكاكين ويجون بعجاري دائما المدرسه وحنا والله ما لنا دخل في المشاكل. قلت لهم بس افزعوا لي في هذا الشيء تكفون بس في ذا الشيء افزعوا لي بس عشان الوكيل يعرف ولا عاد يتكلمون على عايض لو صارت مشكله بعدين يدري الوكيل انه هم راعين مشاكل. يقول المهم قالوا لي اسمح لنا ما راح نفزع. قلت لهم خلاص زين. يقول المهم وتمر الايام وطلعنا من خامس ورحنا سادس وحرفيا في اختبارات الفصل الدراسي الاول. يقول وانا طالع من اول اختبار يعني توها بادئ اختبارات هذا اول اختبار لنا في الاختبارات الفصل الدراسي الاول. يقول له شوفهم سادحين عايض على الارض وكذا قالبينه وقاعدين يدعسون عليه ورشون عليه مويه وتراب واسمعهم يقطون كلمات يا الغبي يا الهطف وما ادري ايش. يقول عايض ما ادري كيف صابر لذا الدرجه. يقول المهم كان في خوي جنبي اسمه سعد. قلت له سعد تفزع معي ولا ما تفزع؟ قال لي فوش. قلت ما راح نخلي حق عايض والله العظيم اني ما اقدر واحس بغبنه قويه تجاهه. تكفى يا سعد افزع معي. يقول خلنا نروح نفرق ونطقهم اذا مدوا ايديهم. يقول له سعد قال لي تم. يقول والله ونروح عندهم واسحب عايض من الارض. يقول وامسك الاول وافر يده. يقول وانا والله كنت متعافي مره. يقول وافر يده وافر يده الا قاعد يصايح. يقول سعد ماسك واحد وقاعد يسطره الا عايض يقوم ويصيح وينحاش والنادي عايض تعال تعال. المهم في هذا الموقف يقول على اليمين فيه ممر حق المدرسين. يقول الا يشوفنا المدرس الطلاب واحنا ماسكين ذا الطلاب ونطقهم. ولد عمر سعد فكوا ايديكم فكوا ايديكم تسمعون؟ يقول ويجي المدرس هذا والمرشد الطلابي طاير يمسكنا ويسحبنا بقوه. قال روح وقفوا عند المدير. يقولوا على نفس هذه الحاله وندخل عند المدير والمدير نفس الحكايه والمدير قالنا انتبهوا تطقون وانتوا في اختبارات وانتبهوا انه في اختبارات نهائيه كل واحد يختبر ويروح بيت امه. يقول قلنا ميد المدير زين ولا نبغى نقول له الكلام الصدقي لان عايض رخمه وانا هذولي قاهريني. يقول والله ونطلع من المدرسه وذولي يتوعدونا والله نوريكم وتشوف. يقول في اليوم الثاني كان هذا ثاني اختبار في الفصل الدراسي الاول. يقول يجيني واحد من اخوياهم قال لي اسمع عمر تراهم ناويينك ترى بكره بيطقون معك بعد ما تخلص الفتره الثانيه من الاختبارات تراهم ناويينك نيه وبيجمعون ناس من برا. قلت له يا ساتر بيجيبون ناس من برا؟ قال لي والله متوعدينك بس لا تقول انا. خلاص قلت له زين زين. يقول المهم عمر بعد ما خلصت الاختبار الثاني رجعت لبيتنا. ويقول الزين في الموضوع ان عيال عمي كلهم ساكنين حولنا. يقول واروح اقول ميد ولد عمي الكبير في الثانوي قلت له انه صار لي كذا 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 في المدرسه وما ادري ايش وبطاق بكره. قال بكره بتطاق؟ قلت له ايه. قال اصلا بكره عندي فتره واحده اخلص اختباري واجيك عند باب المدرسه. قلت له ايه تكفى لا تنسى عند باب المدرسه الشرقي المطاقه بتكون هناك. قال لي ابى ازهل وبجمع ناس من المدرسه عندي وبجيب عيال عمنا معنا. قلت له زين. جاء اليوم الثاني وانا طالع من الاختبار الفتره الثانيه الا حصلهم واقفين عند الباب ومعهم سكاكين واقلام وعصي خلاص ناويني. يقول وانا امشي وادعي اقول يا رب ولد عمي جاء يا رب ولد عمي جاء. يقول والباب كبير بوابه كبيره وناظر على اليمين. يقول اناظر الدكسن حق ولد عمي واقف. يقول شوي اللي ينزلون عيال عمي ينزلون اخوياه كثيرين. يقول عددهم ما يقارب 18 او 19 رجال. يقول منهم ثانوي منهم متوسط. يقول المهم اول ما شفت الموضوع كذا الا في واحد في وجهي انا ما دانيه. يقول واروح واطقه واخنقه واسدحه على الارض. يقول واصير اطاقني اياه على الارض. يقول بقيه يوم شافوا عيال عمي انحاشوا. يقول ما تشوف الا غبرتهم. يقول المهم انحاشوا كلهم مش. يقول واللي جاي بسيكل واللي جاي يتفرج وكانوا مجمعين ناس يبغون يقولون انهم هم طقوا عمر. يقول ولكن الموضوع هذا كلا معاي وشرب بسبب عايض. يقول قلت مالي الا اقابل عايض واروح في اليوم اللي بعده يا جماعه الخير واروح اقابل عايض. قلت العايض اسمعني اسمعني يا عايض الموضوع هذا ما ينسكت عنه. انت قاعدين يطقونك ويتنمرون عليك يقولون لك كلام بذيء وانت تسكت وبتسكت زياده اقسم بالله العظيم ذولي ما يخلون. يقول شوي العايض قام يبكي قدامي وقال لي اقسم بالله ما اقدر اسوي شيء وانهم دائما يهددوني ودائما يقولون بنطعنك ودائما يقولون يلا امش معنا روح وخلنا نطلع ونروح ونجي الا يخونني. قلت لهم انا مستحيل اروح واجي معكم. يقول في كل هذا عشان كذا هم قاعدين يطقون معي.
معي. يقول قلت له زين الدل مركز الشرطة؟ قال لا شرطة أبوي والله بيضيق، ما أبغى أدخل مشاكل مع أهلي. تكفى يا عمر والله مالي خلق، تكفى ما أبغى أدخل مشاكل مع أهلي. قلت له والله بكيفك، ولكن ترى أقسم بالله ذولي ما يخلونك، ذولي شرسين لأبعد درجة. قال لا إن شاء الله بتخلص الاختبارات وخلاص وافتك منهم. قلت له زين بكيفك. يقول صدق ويمر الأيام الثانية ما في أي مشاكل إلا في الاختبار الأخير في الاختبارات. يقول أنا ما أدري وش السالفة، يقول إلا توني موقع خلاص بغادر الاختبار إلا يجيني واحد يركض من برا اللي هو سعد. قال لي اسمع عمر برا في ناس شكلهم ناوينك، إذا تبي نصيحتي انحاش مع باب المعلمين. يقول أنا بديت أدوخ، قلت يا ساتر شكلهم ناويني من جد وأنا ما جمعت فزعتي ومستحيل أطلع وقابلهم وبعدين يطقوني طق مو طبيعي. يقول رحت وانحشت مع باب المعلمين لدرجة حتى المرشد يناديني يا طالب يا طالب، وانحاش وخليه لأنه ممنوع مرور الطلاب من هناك. يقول والزين في باب المدرسين إنه مع الباب الغربي وباب الطلاب مع الباب الشرقي. يقول والله واخذ لف وناظرهم من بعيد إلا والله مجتمعين سيارات من شتى أنواع الطرق. يقول خفت خوف غير طبيعي. المهم وانحاش بيتنا وأتكي في بيتنا اللي يجيني خويي سعد في اليوم الثاني. قال لي والله يا طق وعايب طق. يقول طقه طق مو طبيعي حرفيا لين حب الأرض. يقول عمر أنا أصلا أول ما ترجع الدراسة بروح المدير وأقول له السالفة، ماني فاضي مشاكل وأبغى استمتع في إجازتي هذه. قال لي بكيفك ولكن ترى أتوقع أنهم ناويينك يا عمر، حاول تتجنبهم. يقول المهم جت الإجازة ومر أول أسبوع وثاني أسبوع. يقول بعد مرور شهر من الإجازة، يقول ذاك اليوم كنت توني طالع من البقالة، يقول لا حصل سيارتهم واقفة قدام البقالة ست أشخاص. يقول انزلوا وطقوني طق مو طبيعي. يقول عمر صرت أبكي ورحت لبيتنا إلا قابلني أبوي قال إيش فيك؟ قلت له في ناس طقوني. يقول أبوي على طول خذاني وركب سيارة قال وينه وصار يدور عليهم ما لقاه، وعلى طول طلع من هناك وراح المركز الشرطة ورفع بلاغ في ناس طقوا عمر ولده عند باب البقالة وذول الناس يعرفهم عمر. يقول المهم الضابط يسألني قال لي عمر وش اسمائهم؟ يقول أنا ما أعرف إلا اثنين منهم والأربع البقية ما أدري منين جابهم ولكن أتوقع أنهم في الثانوي. قال سجل لي اسمائهم وأسجل اسمائهم. قال الأماكن اللي كانوا ساكنين فيها وأسجل له كل شيء. قال لي خلاص زين شوي اللي هم بيحضرون عندكم هنا في القسم. قلت له زين وأقعد أنا وأبوي في كراسي حديد كذا ننتظرهم يجون. يقول بعد مرور نص ساعة 40 دقيقة إلا صد أحصل كل طالب جاي يا مع أخوه أولي أمره ويدخلون كلهم عند الضابط. قال له لو ما تمسكون عيالكم ترى ما راح يصير خاطركم طيب، راهم ستة ومتعرضين الولد ذا والآن يا نشوف يتنازل أبو عمر ولا ترى راح ترتفع للقضاء. لا يا ابن الحلال المهم صاروا يحبون خشم أبو عمر. تكفى تكفى تنازل تكفى تنازل. قال لي أبوي شوفه أنا ما أقدر أتنازل والمطقوق مو أنا، المطقوق عمر ولدي، إذا تبغون التنازل خذوه من عمر هذا، أنتوا تعرضتوه أنتوا تحملوا. يقول إلا أبوانهم متفشلين مني، معليش يا ولدي هذا طيش طلاب وما أدري إيش وأنا أربيك فيهم والله ما خليهم. يقول المهم يوم شفت التهديدات وقاعد يهدد عيالي قلت بس خلاص راح يعقلون، وأنا ما عاد أبغى شيء قد ما أبغاهم إنهم يعقلون يبطلون المشاكل ذي. قلت لهم خلاص مسامحكم ووقع على ورقة التنازل ويطلعون كلهم. يقول إلا في واحد برا يترجى أبوي إنه يقلط عنده. يقول لا أبوي قاعد يعتذر منه. يقول والله ما أقدر. المهم مرت الأيام وانتهت هذه المشكلة هنا، ورحت ذاك اليوم وصليت في مسجد عايض. قلت عايض اسمع تراهم جو طقوني ورحت قسم الشرطة، ترى وقعوهم على تعهدات وإذا طقوك راح قسم الشرطة لا تنسى، أنا جيت أعلمك بس أعلمك إنك أنت بتاخذ حقك، أما سالفة إنك تسكت وشخصية كذا ضعيفة ترى ما ينفع. قال أنا أبوي مستحيل يخليني أروح قسم الشرطة لو تموت، أبوي عصبي لأبعد درجة ولا لي خلق. قلت له أجل بكيفك. المهم تمر الأيام وخلصنا مرحلة سادس ابتدائي بعد وجت مرحلة المتوسطة يا جماعة الخير. وتجي مرحلة المتوسطة يا جماعة الخير. طبعا تعرفون مرحلة المتوسطة بعد ما تخلص من الدراسة أول يوم لك في المتوسطة يجي يا جماعة الخير اللي هو توزيع الطلاب كل واحد في فصله وقاعدين يقولون الأسماء، وأنا بين الأسماء ذولي أبغى أشوف هل أخوياي جايين أو لا، وقاعدين يقولون عمر فلان الفلاني ومحمد الفلان الفلاني. وعلى هذه الحالة بين الأسماء هذولي سمعت اسم عايض وعارفه من اسم أبوه، قلت هو عايض معي زين والله يكتب اللي فيه الخير. وبين الأسماء هذول يا جماعة الخير في أسماء الناس اللي تمشكلت معهم ووديتهم للشرطة، يتأكيد انهم عقلوا وتركوا حركات المراهقة ذي. يقول عمر جماعة الخير المهم بدأت الدراسة وصرت ادرس اول يوم ثاني يوم ما شفت عايض في المدرسة، واستمرت الحالة هذه لمدة اسبوع. في اخر يوم في الاسبوع الا اقابل عايض جاي المدرسة مع ابوه وماخذين ملفه وناقلينه في مدرسة ثانية، والمدرسة هذه بعيدة عنهم يعني تبعد عن بيتهم ابو 25 دقيقة بفرق عن المدرسة اللي قاعد ادرسها انا. المهم قابلته وسلمت عليه هلا والله عايض كيف حالك طيب؟ قال هلا عمر كيف حالك والله بخير.
انتم تدرس هنا؟ قلت لي والله اني بدرس هنا، المدرسة قريبة من بيتنا. قال زين اجل فالك التوفيق. يقول اخذ ملفه وطلع من المدرسة وانا كملت في المتوسطة، ودرست اولى متوسط وثاني متوسط وفي ثالث متوسط، ولا صارت معاي اي مشكلة مع ذولي الاثنين اللي معاي في المدرسة، اشوفهم من بعيد وهم يشوفوني من بعيد. المهم مرت 3 سنوات، والثلاث سنوات هذه تعتبر كبيرة. المهم خلصت الاختبارات ونجحت من ثالث متوسط وانتقلت الى مرحلة الاولى ثانوي. في الاولى ثانوي يا جماعة الخير بنفس الحالة، يعدون الطلاب يصفونهم، شفت في وجهي عايض، ولكن يا جماعة الخير عايض اللي شفته مو نفس عايض القديم. عايض اللي شفته يا جماعة الخير اللي في وجهه نور وولد هادي مرة، اختلف بشكل ثاني. يقول صرت اشوف السواد تحت عينه، وجهه ذابل شوي، واحس انه يعني شوي تعبان، وجهه ما يريح ابد، بعكس قبل ايام الابتدائية وبعكس الايام اللي شفته فيه في المتوسطة، وجهه اختلف 180 درجة. يقول عمر في يوم من الايام كنت طالع من المدرسة خلاص على الطلعة، يقول الا اشوف عايض يركب مع ناس شوي كبار واكبر منه، مستحيل انهم في الثانوي، يعني مستحيل انهم في ثالث ثانوي، من الممكن انهم خلصين الثانوي سنة او سنتين ومعاهم ناس برضو من نفس الثانوية حقتنا. انا والله سكت وقلت ما لي دخل فيه، والله يستر علينا وعليه، والله يكون في عونه، وقفلت على الموضوع ورجعت البيت. واقول في نفسي شكل الولد تغير، ما عاد هو بنفس قبل، ما عاد هو ذاك الشخص اللي ينخاف عليه، احس يعني شخصيته قوت وممكن دخل في مشاكل، والمشاكل هذه خلت انسان قوي. قفلت على الموضوع ومشيت ولا بغيت افكر فيه نهائيا. يقول في يوم من الايام ابوي كلمني وقال لي عمر استعد، بوديك المدرسة بدري لاني راح اسافر وابغى اوصل صلك لان بيجيني خويي. قلت له ابشر يا ايبا. ابوي وداني ذاك اليوم للمدرسه قبل ما تبدا الدراسه ممكن بساعه او ساعه وربع، ودى اهلي كلهم وقفل الباب وحطني عند المدرسه ومشى، وقال لي اسمع شوف هذه البوفيه اذا تبغى تفطر فيها افطر، طلع فلوس من جيبه وعطاني اياها. قلت صدق خلني اروح للبوفيه هذه اللي جنب المدرسه او الكافيتيريا واطلب لي اي شيء ياكله. يقول انا كنت شايل الشنطه بيدي كذا وداخل، وطلبت لي بعض الطلبات وطلعت برا وقعدت اتفرج يمين يسار. يقول الا اشوف عايض يبعد عني ما يقارب 20 متر، يقولوا في يده دخان وقاعد يدخن. يقول قلت لنفسي يا ساتر هذا عايض، هذا عايض الشخص الطيب الهادي المهضوم حقه اللي كان يطقونه في الابتدائية ويمسحون فيه، صار الآن يدخن وجنبه أخوياه وشوفه قاعد يضحك ومستانس. قلت الله يستر علينا وعليه. أنا والله عن نفسي إذا واحد راح يدخن ما راح أماشيه. يقول شوي لا أسمع العامل ورا يقول لي أي تعال خذ الطلب، وروح أخذ طلبي وأشيل شنطتي بيدي، وقلت بروح أكل عند باب المدرسة. يقولوا أول ما تطلع من البوفية إجباري لازم أمر من قدام عايض، إجباري ما في طريق ثاني. يقول لي ناظر فيني قال إيه عمر تعال تعال، وين بتروح؟ راح المدرسة الحين، وش فيك يا مصطفى؟ تعال تعال قعد جنبي. يقول أنا أقول في نفسي الله الدنيا الحين هذا الشخص يتكلم علي كذا ويقول لي مصطفى، وأنا كنت أفزع معاه أيام الابتدائي وكنت أساعده وكان يطقونه وأفزع معاه وكان يصيح أغلب وقته قاعد يصيح، الآن قاعد يذب علي قدام أخوياه ويتريق علي. قلت يلا نمشيها. قلت له معليش والله يا عايض أنا بروح عند المدرسة. قال يا رجال تعال الأخويا. قلت تعال تعال قعد قعد تونا ما بدينا. يقول المهم استحيت منهم شوي وقعد، ولكن قاعد بعيد عنهم لأن ريحة الدخان كانت قوية. يقول وأنا قاعد أكل وقاعد أراقب في عايض، لا 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 مو عايض اللي عارفه، مو عايض اللي عارفه. قلت يلا الله يعين بس انتظرك لي بس يخلص وأقوم من عندهم بقول لهم بروح المدرسة. يقول وأنا قاعد أكل اللي ناظر فيني كذا عايض قل لي عمر قلت الحاش معنا اليوم الحصة الثانية؟ قلت لا لا الله يستر عليكم، لا والله ماني منحاش. قال لي لا تصير خواف يا رجال انحاش معنا. قلت لا لا الله يستر عليكم ما أبغى انحاش، أنا اليوم أبغى أدرس وعندي بعض الأشياء أبغى أخلصها جوا المدرسة. قال لي يلا يلا زين. يقول لا أسمع خوية اللي جنبه يقول اسكت يا غبي لا يدري بعدين يعلم علينا. المهم تجاهلت كلامهم ومشيت وقعدت عند باب المدرسة لين وصل حارس حق المدرسة وفتح لي الباب. يقول دخلت ورحت لفصلي. يقول باقي ما بدأ الطابور الصباحي اللي كل يوم يسوونه. يقول صرت قاعد في الفصل لين أنتظر مكبرات الصوت تشتغل عشان أنزل من الفصل وأسوي تمارين الصباح مع الطلاب. يقول المهم بدأ اليوم الدراسي هذاك وبدت الحصة الأولى والحصة الثانية. يقول يوم جت الحصة الخامسة إلا باب الفصل قاعد يطق طق 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 طق. يقول الطقة كانت طقة طالب. يقول ينفتح الباب اللي يقول استاذ معليش أبغى عمر شوي. قال لي وش تبي فيه؟ قال لي بيه المرشد نادى. يقول عمر قلت شكله أبوي جا ويبغى ياخذني، واطلع وأشوف من اللي عند الباب إلا هو يا جماعة الخير خوي عايض يمسكني مع يدي ويسحبني لين طلعنا للساحة. قال لي أنت المعلم الوكيل إن إحنا راح ننحاش؟ قلت له لا ما قبلت لا وكيل ولا شيء. قال لي لا تكذب أنت الوحيد اللي تدري وقسم بالله العظيم ما خليه. يقول حركات هذه ما تمشي عندي. قلت له أقسم بالله العظيم إني أنا ما لي دخل ولا قلت ميد لا وكيل ولا مدير، والكلام اللي قاعد تقوله ما صار مني نهائيا. يقول شوي قال لي يلا
يلا انقلع فصلك. يقول قلت له معليش حسن الفاظك ومشيت. يقول انا والله ما ابغى مشاكل ولا ابغى اطيح في سالفه المضاربات هذه. يقول انا قاعد امشي الا اسمع تهديدات. يقول لي وعدك قريب ها تجهز اذا ما طقيناك وعلمناك حرفيا المرجله. قلت له يصير خير واروح للفصل واتجاهله وادخل عند المدرس واقعد. يقول وانا قاعد افكر واقول في عقلي انا ما علمت احد ولا قلت ميد المدير اي شيء والوكيل مستحيل اني قابلته اليوم فاكيد هذا انه ناوي مشاكل. سبحان الله شوف قعد معهم شوي وابتلى معهم ويا ليته ما قعد معهم. يقول المهم انتهت الحصص وجاء وقت المغادره خلاص بنطلع من المدرسه انتهت الحصه السابعه. يقول لي جيني عايض قال لي عمر معليش عمر انت علمت الوكيل ان احنا راح ننحاش؟ قلت له عايض اقسم بالله العظيم مالي دخل ولا علمت الوكيل ولا قابلته. قال يا اخي يقولون ان انت وان منوينك ويبغون يطقونك وانا قلت لهم انك انت خويي مستحيل انه يعلم. المهم انهم تراهم ناويينك يبغون يطقونك. يقول لهم لا تطلع مع باب الطلاب اطلع مع باب المعلمين. اول ما سمعته يقول ذا الكلام على طول رحت للمدير واقول له السالفه مباشره. قلت انهم متهميني وقايلين لي اني انا علمت الوكيل انهم راح ينحشون وانا والله ما علمت احد ولا اللي يدخل فيهم الا المدير ياخذني بيدي قال لي خسي اي واحد يلمسك امش معي ويمسكني ويروح لين عند البوابه. قال قسم بالله العظيم لو احد لمس عمر لا اعطيكم ملفاتكم ومع الباب وتراه مو هو الشخص اللي علم وانا شايفكم وشايف تخطيطاتكم كلها. يقول له في طالب قال اجل من اللي علم؟ قال تبوني اعلمكم اللي علم؟ الا المدير يشر على طالب بينه قال هذا اللي علم عليكم يلا بتقدرون تطقونه ولا عشان اخويكم ما راح تقولون شيء. يقول الا الطالب هذا اللي اشر عليه المدير ساكت ولكن خلصني من المشكله هذه الكبيره وانا حرفيا صرت اتحاشى عايض واخوياه ما عاد ابغى اقابلهم ابدا ابدا. يقول واطلع من المدرسه واروح بيت. المهم مرت الايام ومرت السنوات وخلصنا يا جماعه الخير صف ثالث ثانوي. خلصت من عايض واخوياه وتحاشيتهم طول السنوات اللي راحت والمشاكل هذه هي المشاكل البسيطه اللي صارت معي. المهم يا جماعه الخير وانا في الاجازه جت مرحله التقديم على الجامعات افتحوا على نهايه الاجازه وقدمت على احد الجامعات القريبه عندنا لاني بيني وبينكم ودي ادرس تخصص الرياضيات واصير بعدين مدرس رياضيات. المهم قدمت وبعد ممكن يوم او يومين الا اسمع الباب يطق طق 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 طق. قلت يا ولد من ذا اللي عند الباب؟ فجاه ابوي قام وراح للباب وفتحه الا يناديني بصوت عالي عمر. قلت غريبه وش جاب عايض الان وش عنده وش موضوعه؟ يقول المهم طلعت وقابلت عايض برا. قلت له مرحبا وش بغيت عايض؟ قال لي اسمع تكفى يا عمر اني طالبك تكفى هذا طلبي الاخير ابغى منك طلب واحد والله اني ما اعرف اقدم للجامعات وابغاك تقدم لي. قلت له ابشر ابد ما عندك مشكله. قلت بما ان الموضوع فيه دراسه ما راح اقصر معاه. قلت له خلاص ادخل ادخل وادخله واخليه يجلس في المجلس واجيب الجهاز حقي اللابتوب واقعد اقدم له وانا قاعد اقدم له تخصصه ما يفتح الا في الفصل الدراسي الثاني. قلت له عايض اسمع تخصصك ما يفتح الا في الفصل الدراسي الثاني وش تبغاني اسوي؟ قال خلاص قدم لي وابد ما عندك مشكله انا في الفصل الدراسي الثاني راح ابدا ادرس معه. قلت له زين اجل وفالك التوفيق وقدمت له حرفيا على التخصص اللي هو يبغاه. الفصل الدراسي الثاني راح تبدا دراسه عايض وانا راح اكون بادي من الفصل الدراسي الاول. شوي قال لي عايض عمر معليش عطني رقمك ترى مضيع رقمك انا من زمان. قلت له خلاص سجل عندك واعطيه رقمي ويسجلني عنده. وطلع عايض من بيتنا وقال لي خلاص بيننا لقاء باذن الله. قلت له زين زين وصدق يا جماعه الخير وتتقدم الاسابيع وتجي لحظه قبول الجامعه. قبلوني انا في التخصص اللي ابغاه وقبلوا عايض برضه في التخصص اللي هو يبغاه. اتصل علي وقال لي اسمع ابشرك قبلوني وش رايك على هذه المناسبه نتعشى؟ قلت له ابد زين. قال لي وين تبغى نتعشى فيه؟ قلت اي مطعم قريب. قال لي اسمع عمر عادي يجيب احد من اخوياي؟ قلت له معليش عايض اذا هم اخوياك القدامى ولحد الان تمشي معهم لا تجيبهم. قال لي اجي خلاص 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 نتقابل انا وانت بس افضل. قلت له تمام. المهم اللي صدق مرني عايض بالسياره واركب معاه في سيارته ونروح لاحد المطاعم القريبه عند بيته وانا قاعد اتعشى معاه ريحه عايض دخان. قلت له عايض يا ولد وش تبي باخوياك ذولي وليه لازق فيهم ذا اللزقه انت؟ قال لي يا اخ والله انهم كويسين ولا يهمك انهم يدخنون او شيء ترى قسم بالله العظيم دشرتهم على نفسهم وما يتعرضون احد ولا يتكلمون على احد وانت ايش فيك ماخذ عنهم نظره سيئه؟ قلت يا اخي مو نظره سيئه يا عايض هذا مو بنت يا اخي انا ما خبرك كذا ابد وش فيك مشيت على الناحيه هذه؟ والله نصيحه لوجه الله يا عايض اذا تصدقني تكفى لعد خويهم. يقول عمر عايض قال لي ايه ان شاء الله يصير خير. المهم خلصنا العشاء وخلصنا كل شيء وداني عايض عند بيتنا. قال لي اسمع تبغى نطلع الاسبوع الجاي؟ قلت له انا بطلع معاك بس اهم شيء لا تجيب اخوياك ذولي. قال لي زين زين ابد لا تشيل هم. المهم يا جماعه الخير ويمر الاسبوع الثاني وعايض رجع ومر عمر من جديد ولكن ذا المره عايض قال بوقف سيارتي عند بيتكم ونطلع مشي لين المطعم لانه يبعد مشي ما يقارب 15 دقيقه. قلت له خلاص ما عندك مشكله. وقف سيارته ونزلنا نمشي. يقول الا فجاه في سياره طلعت من الحاره من قدام.
يقول فجأة إلا تيجي سيارة من قدامنا وهم قاعدين يمشون قاعدين يناظرون فينا. قلت العايض هيا عايض تعرفهم؟ قال لا والله ما أتوقع أني أعرف. قلت لا أجل إيش فيهم هدى وهم قاعدين يمرون من عندنا؟ قال يمكنهم مشبهين. يقول فجأة إلا السيارة اللي مرت من عندنا تدور من جديد. يقول إلا تنفتح ثلاث أبواب من السيارة تسمع طرق 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 وينزلون. يقول كانوا مغطين وجيههم. يقول فجأة يسحبون سكين وأشوفها بعيني. أنا خفت خوف غير طبيعي. واسمع عايض يقول لا والله ما لي دخل والله ما لي دخل اقسم بالله ما لي دخل. واسمع ذاك يقول له مالك دخل والله لعلمك. المهم يقول عمر انا انحشت. يقول له اشوف من بعيد عايض طايح على الارض واشوف الدم على ملابسه. وهم ياخذون السياره ويروحون عندي وانا خفت خوف غير طبيعي. قلت بس يبغون يذبحوني. يقول اللي يجون من قدامي يلفون علي يبغون يصدموني بالسياره. يقول كانت في عماره مفتوح بابها. يقول وادخل العماره واقفل الباب اطرخ وارقى لين السطح. يقول وافتح باب السطح واقفله بخشبه. يقول واصير اطل من فوق الا ما في احد تحت واحصل عايض خويي على الارض. يا ولد شو السالفه شو الموضوع وش مسوي عايض؟ يقول مباشره ما جاء في راسي الا ارفع الجوال اتصل على ابوي اول شيء. على يبا مرحبا هلا عمر يبا الحق علي. قال ابوي يقول ايش فيك يا ولد قل لي وايش فيك. قلت له يبا الحق علي شفني انا فوق سطح العماره حقت مواد السباكه وترى عايض مطعون تحت جو ناس وطعنوه. قول ابوي قفل في وجهي واشوف ابوي جايب السياره وانا ما ابغى انزل من العماره. يقول له شوف ابوي رفع الجوال وتاكدت انه بيتصل على الشرطه. قال ابوي يقول خليك فوق لا تنزل ممكن في ناس جوا العماره لا تنزل وخليك جوا السطح وخليك هنا وخلني انا قاعد اشوفك. قلت له ابشر يا يبا وانتظر جماعه الخير لين جت سيارات الشرطه. شوي يجي الاسعاف شوي العسكري يقول لي انزل انزل. قلت له لا ما يبنازل الا لما تجيني عند الباب. قال لي يلا زين. ولا صدق العسكري يرقى فوق لين الدور الاخير واسحب الخشبه ويفتح الباب وينزلني لين وصلت تحت. قال لي ايش فيك وصرت اقول له السالفه بالضبط. قلت له جو ناس مروا بالسيارة ونزلوا من السيارة وطعنوا عايض. قال لي وينهم تعرفهم؟ قلت كانوا مغطين وجيههم ولا أعرف من أهم. قال لي زين نبغاك تروح معنا الآن قسم الشرطة عشان تسجل أقاويل هذه. وأنا بيني وبينكم كنت خايف عايض خويي مطعون شوي تجي سيارة الإسعاف ياخذون عايض. واسأل مسعف قلت له معليش هل عايض حي؟ يحط يده عند رقبته وقال لي إيه حي أموره زينة وبإذن الله إن حنا نلحق عليه. يقولوا تنطلق سيارة الإسعاف وأنا أروح مركز الشرطة مع أبوي وأقابل الضابط. أول ما شافني قال لي لا تخاف وقل لي وش اللي صار بالضبط هل انت لك دخل هل انت اللي طاعنا وراقي السطح؟ قلت له والله ما لي دخل. قال لي طيب زين وش صار بالضبط؟ وصير اقول ميد الشرطي السالفه. قلت والله طلعنا من عند البيت بنروح المطعم ورحنا على رجولنا وجت سياره مرت من قدامنا بعدين دايورت ونزلوا منها ثلاث اشخاص والسايق كان قاعد جوا السياره ونزلوا وطعنوه بعدين لحقوني بالسياره وحدوني يبغون يصدموني وانا دخلت العماره وقفلت الباب ورقيت للسطح وهذا اللي صار لين ما جاء الشرطي ونزلت مع الشرطي لتحت. يقول له في جنب الشرطة كذا قاعد يكتب بسرعة وقاعد يسجل أقاويل. قال لي تقدر تعلمنا أشكالهم أعمارهم من أصواتهم تقدر تحدد أشياء؟ قلت له والله ما أتذكر ولكن الواضح لي تراهم أكبر مننا بكثير يعني أكبر مننا بخمس أو ست سنوات. قال لي طيب من الناس اللي تشك فيهم؟ قلت والله ما أشك في أحد ولكن عايض أخوياه مو بكويسين مرة سيئين وراعين دخان وراعين خراب وإلى آخره وفي أشياء ما أبغى أقولها لكم ولكن أخوياه منتهين مرة مو دخان وبس أبعد من الدخان بكثير وصرت أقول الكلام هذا للعسكري وقلت ترى أخوياه مو بس حقين دخان أتوقع لهم في المخدرات. قال لي العسكري وهم راعين مخدرات؟ قلت له إيه أتوقع. قال والله إن هذه المصائب ما تجي إلا منهم. قال خلاص الآن تقدر تطلع وراح ناديك بعدين. قلت له زين واطلع إلا أبوي في وجهي. قال لي أمورك زينة لا تخاف الموضوع عادي وإن شاء الله أن خويك بيطلع وأموره زينة أهم شيء لا تتوتر. قلت له يبا زين ياخذني أبوي وركبني في سيارته ونروح المستشفى عند عايض. يوم وصلنا اللي قالوا لنا ممنوع الدخول ممنوع أحد يدخل نهائيا. يقول لحظات إلا جاء أبو عايض واسمع ولدي إيش فيه من تعرضه؟ يقول ناظر فيني. قال عمر تعرف اللي طق ولدي؟ قلت له والله السالفة كلها عن ضابط الشرطة تقدر تروح لو تسمع الأقاويل اللي كتبناه. واسمع يقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ما عندي إلا هذا الولد. يقول وأسمع أبوه يدعي له دعا أنه ولده يقوم بالصحة والسلامة. وبيني وبينكم صرت أشوف تخبطات أبوه بين بكاء وبين هدوء وسكوت. يقول صار أبوي يروح عند أبو عايض ويهديه يقول هدي يا رجال وإن شاء الله إنه بيطلع بالسلامة وتفاءلوا بالخير تجدوه لا تتفاول على ولدك بالموت. في ناس أردى من هذه الحالة والحمد لله ربي أنقذهم بعد ما مروا في أشياء أكبر من كذا. يقول المهم
هدى ابو عايض، وانا بين بينكم متوتر ومانعين احد يدخل. يقول فجاه الدكتور يطلع من غرفه العمليات، قال اسمعوا، عايض تعرض الى 7 طعنات، والطعنات هذه كثيره، ولكن الحمد لله ان الطعنات اغلبها جت في رجله، ما في الا 2 في بطنه، وان شاء الله ان احنا نلحق عليه. وبشركم احنا لحقنا عليه، ولكن الان في غيبوبه، فادعوا له انه يقوم من هذه الغيبوبه. ولكن نبضه وقلبه واموره كلها زينه، ولكن ما ندري متى يؤمر ربي ويقوم من هذه الغيبوبه العظيمه. يقول يصير ابوه يدعي كل شوي. المهم قال لي ابوي يلا مشينا يا عمر، واطلع من المستشفى واركب مع ابوي السياره ونروح لبيتنا، وتقابلني امي واقول لها السالفه كامله واللي صار كامل، والحمد لله اني نجيت من هذا الموضوع. يقول مر الاسبوع الاول والثاني، بعد مرور اسبوعين بالضبط الا نسمع خبر ان عايض صحى من الغيبوبه. قلت يا ابوي تكفى ودني له، تكفى ابغى اشوفه يا يبا، هذا خويي ما اقدر اخليه. قال لي يا ابوي ابشر، وياخذني ابوي يوديني عند عايض وندخل ونزوره واسلم عليه واقول له ها ان شاء الله احسن. قال ان شاء الله احسن. يقول وانا مسلم على عايض، عايض ماسك يدي ما يبغى يفكني ويقول لي يا عمر الله يخليك لي ولا يحرمني من هذا الوجه. يقول اسف اني حطيتك في مشكله كانت بتنهي حياتك. قلت له الحمد لله انك بخير يا رجال، الحمد لله انك بخير. يقول المهم قالوا عايض يحتاج الى 6 أيام 7 أيام ويطلع من المستشفى ويعيش حياته الطبيعيه. وصدق بعد مرور اسبوع او اسبوع ونص الا اشوف عايض يتحرك في الحاره ويمشي، وصرت اسولف معاه واقول له ها انت افضل الحين؟ قال لي الحمد لله افضل. قلت يا اخي ابغى اعرف ليه هم طعنوك، وش معنى انت؟ قال اسمع عايض انت خويي ولا ابغى اغبي عليك شيء، جاهز تسمع السالفه؟ قلت له ابد. قل لي. صار عايض يا جماعه الخير يقول في يوم من الايام يا عمر دخلت عند اخوياي وكانت عندهم بعض المخدرات، يقول قعدت اسولف معهم والمخدرات هذه كانت على الطاوله. يقول انا كنت اخذ بعض المخدرات هذه ولكن ما اخذ الشيء اللي ما هو لي. يقول المهم المخدرات هذه اللي كانت على الطاوله اليوم الثاني ما هي موجوده، فقالوا بس شكل اللي خذ هذه المواد هو عايض. جو سالوني قالوا لي يا عايض انت اللي ما اخذ الاغراض حقتنا؟ قلت لهم والله ما لي دخل ولا جيتها ولا اخذتها، وانا لو ابغى اخذ بروح اشتري بفلوسي، ماني جاي اخذ منكم، عيب عليكم تقولون لي الكلام هذا. يقول المهم في ذيك اللحظه صدقوني وقالوا خلاص زين، وكانت الاشياء بسيطه مره، واستمرت الايام وجابوا كميات كبيره في الشقه. يقول صارت تختفي ذا الكميات بشكل كبير. يقول وانا برضه كنت بعض الاحيان اتعاطى معهم ولكن اعطيهم فلوسهم. يقول ولكن في ذاك اليوم اللي انطعنت فيه يقولون انها انسرقت مواد من عندهم قيمتها ما تقارب 4,000 دولار 5,000 دولار. يقول ما جاء في راسهم الا انا لانهم كلهم اخويا ويثقون في بعض، وانا والله العظيم ما لي دخل. يقول عشان كذا جو طعنوني وقالوا اني انا اللي صارق المواد هذه. يقول عمر على طول قلت له يا حايد الله يرحم والديك تكفى خلاص تكفى توب تكفى لا عاد تخاويهم. قال لا خلاص ما عاد راح اخاويهم بعد الموقف هذا، انا ما عاد راح اخاويهم ولا راح اجي معهم ولا راح اقابلهم ابد. قلت له اي والله تكفى اقسم بالله العظيم هذولي ما منهم فايد وشوفهم ايش سووا فيك. قال لا ابشر ابشر. المهم مرت الايام يا جماعه الخير وبدا الفصل الدراسي الثاني. عايض قال والله انا مالي خلق ادرس. قلت له يا ابن الحلال ادرس قبل تروح عليك السنوات ادرس. قال لا ما راح ادرس. قال بوقف هذا الترم وببدا في السنه الجديده. قلت له والله بكيفك واللي تشوفه سوى. المهم مرت الايام وصرت اتواصل مع عايض تواصل بسيط مره، ما هو التواصل كثير، تواصلي كان نفس قبل. في يوم من الايام جاني عايض وريحته يا جماعه الخير مو دخان، شيء اردى من الدخان. عرفت انه رجع للبلاوي القديمه هذه، ريحته كانت شوي مختلفه وعاد انتم فهموها. يقول يوم شفته كذا سكت ولا عاد قلت له شيء. قلت يا اخي اللي انا علي سويته غيره والله ما اقدر اقدم له ولا اقدر اخر له شيء. يعني هو شاف الموت بعيونه وطعنوه في ذيك الايام وباليال حرفيا نجا، كيف ما عاد لي دخل فيه ابد. المهم استمرت الايام يا جماعه الخير، ومرت السنه الثانيه وعايض ما درس، ومرت السنه الثالثه يا جماعه الخير، وانا بين هذه السنوات تواصلي مع عايض قاعد يقل بشكل كبير. يعني باحيانا اتواصل معاه مره في الشهر مره في الشهرين، تواصل قليل مره. يوم عرفت ان هذا الولد ما له طب وقلت هذا مستحيل يتوب من الشيء اللي قاعد يسويه او يتعاطاه. يقول عمر في يوم من الايام على الساعه 1 2 الليل توني بروح بنام عشان اصحى بكره الجامعه، وكانت محاضرتي الساعه 11 الصبح. يقول لا اسمع جوالي يرن ترن ترن. يا ولد من ذا اللي متصل اخر الليل؟ يتخلى خلى ماني بقايم له، من ذا اللي يتصل اخر الليل؟ يقول الا جيني اتصال مره ثانيه. يا ولد من ذا؟ ما راح ارد بسحب على الاتصال. يقول واسحب على الاتصال فجاه كذا بعدها ب30 ثانيه الا اسمع ترن اللي هي رساله نصيه. يا ولد هذا اكيد في واحد يبغاني. الا اشوف الرساله الا هي من عايض. تكفى يا عمر الحق علي انا طايح في مشكله كبيره.
وعلى طول واتصل عليه قلت هلا والله عايض وش فيك؟ يقول الا اول ما اتصلت عليه الا اسمع صوته تعبان وكانه كان قاعد يركض. قال لي تكفى يا عمر، تكفى يا عمر تعال لي. قلت وينك؟ وش اجيك؟ ليه اجيك؟ وش فيك؟ قال لي تكفى اني طالبك تعال وعلمك كل شيء. قلت له زين زين، وين موقعك؟ ويحدد لي موقع. والموقع يا جماعه الخير اللي حدده لي موقع حرفيا مستحيل اروح له، موقع مخيف وحي مخيف لابعد درجه. عرفت ان في شيء له دخل في التعاطي والمخدرات، ولكن ضغطت على نفسي وقلت خويي خلني اشوف ايش عنده. يقول والله واشغل سياره ابوي واروح لين المكان اللي حدد لي اياه. وصلت المكان ذاك وما كان في احد. يا ولد ذا وين راح؟ وارفع جوالي واتصل عليه. قلت له الو هلا والله عايض. قال لي هلا هلا وينك انت قريب؟ قلت له ايه قريب. يقول فجاه يا جماعه الخير اللي ينسحب من تحت سياره، والسياره هذه قديمه ولكن زابن تحتها، ويفتح الباب ويركب معي ويسكر الباب. قال لي امشي امشي امشي. ايش فيك؟ قال لي امشي بسرعه، تكفى امشي بسرعه. يقول وديور وادعس. قلت يا ولد سالفتك انت؟ قال لي وش موضوع؟ قال لي يا ولد الحكومة طبت علينا ومسكت كل اخوياي وانا انحشت. ترى يا ولد حكومة ايش؟ وانت بتبلاني الان؟ يقولون اني انا المهربك. يا ولد انت صاحي؟ قال لي تكفى يا عمر هذا اخر طلب لي، تكفى ابغاك تزبني ولا توديني لبيتنا. قلت له يا ولد انت قاعد تتكلم عن شيء صعب اسويه؟ يقول يا ولد صار عايض كانه بزر وقاعد يحن. يقول تكفى تكفى روح انحش تكفى. يقول هم اطلع من المكان هذاك، يقول له فجاه شوف سياره دوريه جايتنا. يقول ويرتبك عايض ارتباك مو طبيعي. يقول تجي الدوريه كي وتقرب ونشطف لمها ولا لحقنا ولا سوى شيء. يقول بعدها خذ نفس عميق. يقول وانا اقول ميد عايض؟ قلت العايض هذا اخر موقف اسوي لك، وبعدها اقسم بالله العظيم ما عاد راح افزع معاك في شيء. قال لي انت بس زبني ذا اليومين وبعدها بإذن الله الأمور بتتسهل، بس زبني تكفى. يقول عمر والله وخدته ووديته عند بيتنا. يقول كان آخر الليل وكل الناس نايم، وطفي السيارة ونزله وخليه ينام في المجلس، وقفل الباب حق المجلس وأقول مدهلي ترى عايض موجود عندنا في المجلس ونايم وتعبان خلو. قال لي يا أبوي زين أبد ما عندك مشكلة، حياه الله في أي وقت. المهم نام عايض لين اليوم الثاني. رحت فتحت عليه الباب ودخلت عليه. يقول وكان مرتبك شوي. يقول لي عمر تكفى وش أسوي؟ هل عندك شيء أسويه وأفتك من الشيء اللي أنا طايح فيه؟ قلت له اسمع تبغى الحل، اخوياك مسكوهم صح؟ رح انت وسلم نفسك، سلم نفسك وفتك. قال والله ما سلم نفسي، تستهبل انت، اسلم نفسي انت بتسجني. قال له صح انت تعاطى المخدرات؟ والله لما تروح بنفسك وانت متعاطي قسم بالله العظيم بيستقبلونك وحلون الموضوع هذا بسريه، لا تخاف روح سلم نفسك لمكافحه الادمان وخلهم يعالجونك وفتك. يقول صار يقلبها في عقله. قال والله ما ادري ولكن خلها لين بكره باذن الله يصير خير. قلت له بكيفك سوي اللي تبغاه ولكن نصيحتي لك سلم نفسك وارتاح وبيحلولك الموضوع بسريه، ما انك سلمت نفسك ما راح يسجنونك، فانت تراك متعاطي فقط. صدق في اليوم الثاني قال لي اسمع تصدق والله شكلي بسلم نفسي لمكافحه الادمان، بس انت متاكد انهم ما راح يسجنوني او يسوون شيء؟ قلت له والله ما راح يسجنونك وراح يحلون هذا الشيء كله بشكل ودي. قال لي خلاص اتصل عليهم. يقول اول ما قال لي اتصل عليهم حرفيا فرحت وطلع جوالي طيط 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 واتصل عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام، والله عندي خويي انه متعاطي المخدرات وخلاص وده يتركها ولكن خايف يسلم نفسه. يقول له كلمنا الرجال وقال أبد. قالنا أبد بما أنك أنت سلمت نفسك أنت في حصانة تامة وسرية تامة. قال راح نعالجك بدون ما أحد يدري وبسرية تامة. قلت له خلاص زين. قال وين مكانك؟ حددوا لنا مكانك راح نجي ناخذ. يقول عمر صرت أحدد لهم مكان بيتنا. قالوا له خلاص زين 15 دقيقة بإذن الله الموظف راح يكون موجود عندك عند الباب. قلت له زين إحنا في انتظاركم. وصدق يا جماعة الخير بعد مرور ممكن 15 دقيقة إلا باب البيت يطق. نفتح الباب ويأخذون يا جماعة الخير عايض ويودونا مكافحة الإدمان. واطلع انا واروح معهم للمكتب حقهم. قالوا لي بس وقع ورقه لانك انت المتصل، ووقع على هذه الورقه وسلمت على عايض وخليته عندهم. فقعدوا يسوون معاه الاجراءات كلها وقال لي عايض خلاص امش انا بجلس عندهم واذا خلصت منهم بروح للبيت. الموظف يقول ممكن نطلعك ممكن ما نطلعك، ولكن اذا حالتك صعبه ممكن نخليك عندنا فتره بس، يعني ممكن بحدود اليوم، ولكن لا تشيل هم امورك زينه ترى. قلت له خلاص اجل زين زين خليك عندهم اجل. قول عمر واشغل سيارتي واطلع من عندهم واروح لبيتنا. وقلت اول واحد راح اعلمها ابوي عشان يكون مطلع على كل شيء راح يصير معايا. ورحت للبيت وسلمت على ابوي. قلت له يبا ابغاك شوي. قلت له اسمع يبا انا بقول لك الكلام هذا عشان لو بعدين جاك ابو عايض وقال لك انه ولدي ما ادري وينه وما ادري ايش خلني بعلمك ايش السالفه. وصرت اقول السالفه هذه لابوي لدرجه انه انصدم. العايض ما غير يبا، عايض ما غير خوي يبا، الرجال هذا ربي باليه والحمد لله امس قال اني انا راح اسلم نفسي لمكافحه الادمان وراح يعالجونه. قال لي ابوي خلاص زين زين. وصار عايض
المرايض عندهم يعالجونه بشكل مستمر، وقالوا ان العلاج ممكن يستمر من 3 شهور الى 9 شهور، وان الحالة اللي فيها عايض ما هي متقدمة، حالة بسيطة مرة. بعد مرور ما يقارب 9 شهور الى 10 شهور، عايض خلص يا جماعة الخير العلاج حقه ورجع الى حالته الطبيعية. في يوم من الايام قال لي عايض: صدق يا عمر، ودي الان ابدأ ارجع ادرس. مع العلم ان مرت اكثر من 3.5 سنوات، يعني راحت عليه أشياء كثيرة، ولكن قال: والله ودي أدرس، أحس أني تأخرت وما راح أخذ بكالوريوس، لا راح أخذ دبلوم أو أي شيء أقدر أتوظف فيه. قلت له: والله خير ما تسوي. وصدق وراح وقدم وقبلوه وصار يدرس. في الفصل الدراسي الأول من دراسة عايض جاء العمر وقال له: قال: عمر، أخوياي كلهم انقبض عليهم، والحمد لله أني ما كنت معهم، والله يستر علينا وعليهم. قلت له: زين زين. قلت: إيه والله الحمد لله. واستمر عايض يدرس، وأنا يا عمر خلصت دراستي من الجامعة ورحت قدمت على وظيفة، وبعد فترة قبلوني. وتمر جماعة الخير السنوات، سنة الأولى، سنة الثانية، الثالثة، وأنا بيني وبين عايض تواصل عشان أتأكد أن أموره زينة وكل شيء زين. وبعد ما شفت أنه ترك كل شيء واعتدل وصار يمشي على الطريق الصحيح، صرت أخاوي وأمشي معاه واروح واجي معه. بعد مرور 3 سنوات خرج عايض وقدم على احد الوظائف وتوظف، واسس نفسه بشكل سريع مره، واستاجر لاحد البيوت، وقرر يا جماعه الخير عايض انه يتزوج. وجاء وكلمني قال: اسمع عمر، ابشرك راح اخطب وباذن الله راح اعزمك على زواجي قريب. يقول عمر: انا ما كان في يدي الا الدعاء، والحمد لله سبحان الله اللي تغيرت حاله من حال الى حال. المهم يقول عمر في الفتره اللي خطب فيها عايض كان قاعد يجهز البيت ويضبط شقته ويضبط اموره كلها. وبرضو زيادة على كذا، في يوم من الأيام اتصل علي عايض: السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب؟ قلت له: الحمد لله بخير. سم، وش بغيت عايض؟ قال: شفت أخوياي القدامى اللي قبل 5 سنوات انسجنوا. قلت له: أيوة، وش فيهم؟ قال لي: اليوم اطلعوا وإنهم مسوين عزيمة لخروجهم من السجن، ويقولون انهم تابوا وتركوا كل امور الخراب اللي كانوا يتعاطونها. وش رايك تخاوين الاستراحه حقتهم؟ قلت: والله اسمع يا عايض، والله انا ما امون عليهم مره، وما ودي صدق انك تروح لهم، خلهم سلامتهم والله يوفقهم ويسهل عليهم. قال: لا والله اني بروح، هذا حق واجب ولازم اروح اسلم عليهم، بما انهم ناس اهتدوا وتركوا امور المخدرات لازم اروح اسلم عليهم. قلت له: خلاص اجل، تم انا معك. يقول عمر: انا قلت تم انا معاك والله العظيم خوفا على عايض، وابغى ادخل معاه واشوف اخويا ذا اللي يتكلم عنه. يقول: صدق في ذاك اليوم لبست لي اللبس الزين وتجهزت وتعطرت، ومرني عايض ورحنا لاستراحتهم. وقفنا شوي بعيد على الاستراحه، يعني ابو 300-400 متر، ويوقف عايض وطرق طرق، وننزل من السياره، والاستراحه قدامنا كانت في سيارات كثيره. واحنا قاعدين نمشي انا قاعد اشم ريحه، والريحه هذه ما تطمن شوي. لفيت على عايض وقلت له: عايض، شم لي انا شمه ولا شو السالفه؟ قال لي: والله اني اشمه، ولكن اتوقع مو باخوياي، اتوقع الاستراحه الثانيه. قلت: ان شاء الله يكون توقعك سليم. ونمشي لين وصلنا الاستراحه. اهلا، هلا والله عايض، كيف حالك؟ طيب، امورك زينه؟ الا عايض يسلم عليهم: يا مرحبا والحمد لله على السلامه، والحمد لله انكم طلعتوا. يقول: جلسنا ابو نص ساعه و40 دقيقه الا في واحد نادى عايض. قال: عايض تعال شوي ابغاك. قال: ثواني اصلا شوي وبمشي انا من الاستراحه، وانا جاي مع عمر. قال: زين، وانتوا طالعين ابغاكم. المهم قال عايض: اسمعني، تتذكر الموقف اليوم تنطعن فيه؟ شوف الناس اللي كانوا معاك في الاستراحه اول، ترى اعرفهم. فهنا ايقن عمر ان الناس القدامى والناس اللي انسجنوا مختلفين، يعني الناس اللي طعنوا قبل عايض مختلفين عن الناس اليوم يروح يمرهم في الحاره الضيقه وياخذ عايض من تحت السياره ويمشي. قال: المهم حقين الاستراحه ذوليك يقولون انهم ظلموك ومستحين منك ويبغون يسلمون عليك، هل انت بتعفي عنهم ولا ما راح تعفي عنهم؟ قال عايض: اسمع، هم طعنوني ولو مت حرفيا ما راح احد يعرف اسمائهم، لاني انا الوحيد اللي اعرفهم زين، وانا سكت على الموضوع وكتمته في قلبي، فما بغيت اني اقول لاي احد من افراد الشرطه من الشخص اللي طعني. صار عايض يا جماعه الخير ما بلغ الشرطه باسماء الناس اللي جو تعرضوا له وطعنوه. يوم سالوه قال لهم: انا ما اعرفهم، وقفوا طعنوني ومشوا. شوي اللي يقول عايض ما يد الشخص ذا، ولكن اذا هم صادقين في كلامهم ابد ما عندك مشكله، خلهم يجون وبقابلهم. قال: طيب، تدري انهم هنا في الاستراحه اللي جنبنا، وش رايك نروح نسلم عليهم انا وانت عمر؟ يقول عمر قال عايض: يلا مشينا. يقول: صدق، ونروح ونطق باب الاستراحه وندخل. يقول عمر: اول ما دخلت شفت شخص، والشخص هذا انا تذكرته زين، هو الشخص اللي كان يسوق السياره يوم يلف علي. يقول المهم سلم على عايض: كيف حالك؟ طيب، والله اعذرنا، اقسم بالله العظيم انك رجال، يوم ما قلت اسماءنا للحكومه، الله يعزك يا اخي، اقسم بالله العظيم احرجتنا، ونعتذر منك، احنا كنا شاكين فيك، وقلنا شكله انت اللي تاخذ الاغراض حقتنا من على الطاوله. شوي عمر يناظر كذا يمين يسار، لاحظ ان الوضع غريب شوي، وحصل على الطاوله بعض الاغراض اللي توحي انها مخصصه لاستخدامات ثانيه، منها الحدايد ومنها
الشفاطات اللي يستخدمونها في الأمور اللي ربي لا يطرحكم فيها نهائيا ويشفي كل مبتلى فيها. قول عمر أول ما شفت الوضع كذا قلت أقول ما راح نطول شوي. قلت العايض اسمع عايض تراني والله مستعجل موعد أهلي، قال خلص أمورك وسلم عليهم خل نمشي. يقول شوي للرجال قال لا 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 احنا بنوصله خله. فأنا عرفت إن عايض راح يرحرج وقلت له لا معليش احنا متواعدين نروح سوا ونرجع سوا، عندنا كذا شغلة بنخلصها وإحنا راجعين. شوي العايض تكلم وقال لي والله في بعض الأشياء موصيني عليها الوالد ونبغى نجيبها، ولكن الحمد لله إني شفتكم وسلمت عليكم. يقول شوي الرجال هذا اللي قدام عايض قال عطني رقمك، قال سجل عندك ويعطيه الرقم. أول ما عطاه الرقم وطلعنا شوي قلت ما يدعايض عايض ليه عطيتهم الرقم؟ قال لا يا رجال أتوقع أنهم تابوا وزانت أمورهم وأمورهم زينة بما أنهم قدروا وقالوا إني أنا رجال وكتمت عليهم السر، أتوقع أنهم تحسنوا كثير. قلت العايض والله العظيم إني شايف أدوات على الطاولة يا عايض، هذول عاد ترجع لهم طيب؟ أتمنى يا عايض إنك ما تخرب المشوار اللي قطعته، تركت المخدرات وتركت وظفت والآن خاطب وزوجتك تنتظرك، أنت بتخرب الشيء اللي بنيته أنت، هذول بعدين لو عرفوا إنك متزوج ترى أقسم بالله العظيم ما يخلونك ولا يخلون عيالك. لا تستبعد يوم من الأيام يدفون عليك الباب ويدخلون عليك بيتك، وبرضو لا تستبعد إنهم برضو يخطفون حرمتك ويأخذون زوجتك من عندك. أنا أقولك من الآن ابتعد عنهم ولا ترجع لهم. قال عايض العمر لا تخاف صدقني ما راح أجيهم ولا أقربهم وبكيفهم خلاص أنا بديت حياة جديدة. المهم طلع عايض وعمر من الاستراحة هذه وسلم عليهم الشخص اللي قلت لكم السمين وقال الله يستر عليكم. ركبنا السيارة وشغل عايض السيارة وركب أنا معاه جنبه يوصلني لين بيتنا وأنزل من بيتنا ويروح عايض لبيتهم وينام ويريح. بعد ذيك الفترة أنا ما طلعت مع عايض مدة 2 أو 3 أسابيع إلا يا جماعة الخير بعد مرور ممكن 3 أسابيع إلا جوالي يرن ترن ترن أناظر إلا هو يا ولد عايض. كان الوقت يعني على الساعة 1:30 وأنا والله العظيم نحاط يدي على قلبي وقلبي يوجعني. يقول رديت عليه قلت مرحبا، قال لي هلا والله عمر كيف حالك طيب؟ قلت له حياك الله هلا والله عايض آمرني. يقول قال لي اسمع شفت الناس اللي قابلناهم في الاستراحة؟ قلت هي الاستراحة الأولى ولا الثانية؟ قال لا الأولى ذوليك اللي طعنوني. يقولون يا عمر مسكوا منهم 2 نفس الليلة اللي طلعنا منها من الاستراحة. قلت يا عايض اقسم بالله العظيم انك انت ربشتني والآن وترتني، الآن بيعتقدون ان احنا مبلغين عليهم واحنا ما لنا دخل نهائيا. قال لا تخاف لا تخاف يدرون، لان واحد من اخوياي يقولون اصلا سيارة خوينا كانت مراقبة وكانت تمشي السيارات السرية وراه التابعة، هم اصلا كانوا يبغونا من اول. قلت زين يا شيخ تكفى لا عاد تروعني واقطعهم ذولي لا عاد تروح لهم. قال لا بس انا حبيت اقول لك عشان تتخذ الحيطة والحذر، ممكن يصير شيء ولا شيء وابغى اطمنك برضو لو سمعت انهم مسجونين. قلت له زين يا عايض زين. قال لي تامر شيء؟ قلت سلامة قلبك الله يحفظ وقفل الخط وحط راسي وانام. المهم تستمر الايام يا جماعة الخير وحددوا موعد عرس عايض راح يكون باذن الله بعد شهر من الان. وجاء عايض وبشرني وقال لي خلاص انا حجزت القاعة وحجزت كل شيء وعرسي باذن الله بعد شهر، ابغاك تكون اول الحاضرين يا عمر، وبيني وبينك لا اخفيك انا في كلام في قلبي ودي اقوله لك من زمان. حرفيا الدنيا ذي ما قد اكتسبت اخ مثلك انت يا عمر، والله انك ما قصرت معي ودائما تنصحني ودائما تتكلم علي اذا اخطيت وتعدل مني ودائما تساعدني في اموري في الحياه. والله يسعدك يا رب سعادة الدارين ويوفقك وين ما رحت وين ما جيت. يقول والله العظيم اني اقول ميد امي وابوي ان عمر هذا اخ لم تلده امك، حرفيا انت اكثر من اخو فانت شخص عزيز وغالي علي واتمنى لك التوفيق من كل قلب. والله يسعدك يا عمر. كتبت يا عايض الامور زينه ولا تشيل هم وانت خويي وهذا حق الخوي على خويه، لازم الواحد يخاف على خويه اذا شافه في الطريق الخطا، وانت شخص برضو الحمد لله هذا انت قاعد تشتغل امورك زينه فانت حسنت برضو بس اتبعت نصايحي ولكن انت اللي عملت. المهم انت الكلام الودي هذا بينهم ومشوا. يقول عمر استمرت الايام وباقي على عرس عايض 1 أسبوع. في يوم من الايام اتصل علي وكانت الساعة على 4 الصبح يعني 4 الفجر 5 الفجر، دق علي قال لي السلام عليكم كيف حالك عمر طيب؟ قلت والله بخير. قال اسمع يا عمر اخوياي كلموني يبغون يمروني بنروح نفطر. قلت له اي اخويا؟ قال اخوياي القدامى ذوليك اللي مرناهم في الاستراحة الثانية وسلمنا عليهم. يقول عمر انا قلت له يا اخي لا تروح لا تروح صدقني. قال لا يقولون انهم تابوا واهتدوا أمورهم زينة. قلت له يا عايض لا تروح صدقني لا تروح. قال لي لا تشيل هم بس أنا حبيت أعطيك خبر أني أنا بروح هناك لأن أبوي نايم وخاف يفقدني وأكيد بيتصل عليك، أول ما يتصل عليك قل له أنا رايح مع أخوياه يفطر. قلت له زين زين وحفظ
يحفظك رب. ويا ليته في ذاك اليوم ما راح يفطر. يقول المهم راح معهم وافطر على الساعه 10 الصبح الا يجيني اتصال صدق من ابو عايض والجوال يدق يدق ورد عليه. قلت مرحبا هلا ابو عايض. قال مرحبا كيف حالك طيب؟ قلت الحمد لله. قال لي ولدي عايض ما شفته. قلت له ولدك عايض راح يفطر مع اخوياه القدامى. قال يا اخي لحد الان ما رجع البيت. يقول وادق عليه وجواله مقفل ولا ادري وينه. قلت له انا اخر مره اتذكر نتصل عليه قال بفطر. قال يعني هو كلمك بس؟ قلت له اي نعم كلمني. وقفلت وارتاح ابو عايض ولكن انا القلق عندي قاعد يزود. يقول تستمر ساعات وانا ادعي ربي ان عايض يرجع او يفتح جواله. يقول على الساعه 5 العصر يعني مرت ما يقارب 12 ساعه اللي جماعه الخير يجيني اتصال والاتصال هذا من رقم ثابت. رديت اللي قال لي عمر. قلت له اي نعم. قال كيف حالك طيب؟ قلت الحمد لله بخير. قال لازم تحضر عندنا اليوم في قسم الشرطه. قلت عسى ما شر شو السالفه؟ قال لازم اليوم تحضر ضروري 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 لو تقدر الان اتمنى انك تجي عندنا. قلت له ان شاء الله خير ابشر الان راح اجيك. والله واشغل سيارتي واروح لقسم الشرطه اللي يقابلني الضابط. اصلا اول ما وصلت عند قسم الشرطه الضابط واقف عند الباب فتح الباب ومسك يدي ولكن مو مسكت انه بكلبشني او شيء لا مسك يدي ومشى فيني. قال لي اسمعني تعرف عايض انت صح؟ قلت له نعم اعرفه خويي ذا. قال لي طيب الله يسلمك. قال لي عايض اخر اتصال بينك وبينه متى كان؟ قلت له اتصل عليه الساعه 5 الفجر وقال لي انه بيروح يفطر مع اخوياه. قال من اخوياه؟ قلت اخوياه في الاستراحه الثانيه ولكن منهم ما ادري بالضبط. قال لي تعرف وين استراحتهم؟ قلت له ايه. قال بالله حدد لي مكانها وافتح له الخريطه ويحدد ويجيبون اسم صاحب الاستراحه ويتصلون عليه. قالوا له وينك فيه؟ قال انا ماني موجود في البلد. قال لي ما يقارب 4 سنوات باذن الله بخلص دراستي وبجي. ليه عسى ما شر؟ قال لا ان في ناس كانوا في استراحه قبل فتره كانوا مستاجرينها. هل انت كنت ماجرها وعندك عقود بخصوص الموضوع هذا؟ قال يا حبيبي استراحتي انا ما أجرتها. استراحتي موقفة لها يمكن 7 سنوات أو 6 سنوات من بعد وفاة أبوي وأنا موقف الاستراحة وأنا قاعد أسمع الرجال هذا وهو قاعد يتكلم. قلت ميد الضابط لا لا ترى هذا مو بهو. قال لي زين خلاص ويقفل من الرجال هذا. قال لي وش السالفة؟ قلت لا مو بهو. قال أجل منهم أخوياه امش معاي بالسيارة خلينا نشوف وين بيتهم. قلت له يا حضرة العسكري وش السالفة؟ قال بعلمك السالفة بعدين بس امش معاي واركب مع العسكري ونروح عند الاستراحة حقتهم. ويناظر يناظر ما في أحد وينزل العسكري ويدف الباب الاستراحة ما فيها أحد أبد. قال لي امش امش يا عمر. ياخذني العسكري برضه ويرجعني القسم. قال لي عمر السالفة ما فيها خويك عايض مفقود وبلغ ابوه اليوم على فقدانه. يوم بحثنا في الارقام اللي اتصلت عليه اتصل عليه رقمين رقم باسمك انت ورقم بدون اسم يعني ما هو مسجل في الجهات الحكومية ان له اسم. يعني صاحب الرقم هذا يا شخص مجهول او شخص برا البلاد. ان جتنا الشكوك عليك. يقول سألنا ابو عمر وقالنا لا عمر مستحيل ما له دخل. عمر شخص يحب عايض وعايض يحب عمر مستحيل انه يسوي له شيء. يقول وخويك مفقود الان له ما يقارب 13 ساعة وما ندري وينه. قال لي طيب يا عمر ما تعرف اخوياه شيء؟ قلت له اسمع يا حضرة العسكري ترى اخوياه قدم مسكوا عندكم اخر 2 قدم مسكوا عندكم في اخر قضية هذا اللي اتذكره. قال زين يعني صورهم موجودة عند الادلة الجنائية او البحث الجنائي؟ قلت له اي نعم. يقول ودوني الغرفة فيها اجهزة وفتح لي الكمبيوتر وصار يعرض لي صور الناس اللي مسكوا اخر شيء وبين الصور هذه كان في وجه الشخص اللي كان يسوق السيارة الشخص اللي كان يلف علي الشخص اللي نزلوا وطعنوا عايض في ذاك اليوم. قلت له يا حضرة العسكري هذا هو هذا الشخص اللي انتوا قبضتوا عليه وصار عليه هل هو موجود او لا؟ قال لي نعم هذا انسجن 6 شهور وكانت الاغراض اللي معاه بسيطة. قلت له هذا الشخص بنسبة 80% هو اللي اتصل على عايض لانه هو الوحيد اللي عنده رقمه. قال لي زين زين وصلنا النقطة ان الان نحضر الشخص هذا ونحقق معاه. قال لي العسكري خلاص يا عمر تقدر تمشي. يقول عمر شغلت سيارتي ورجعت للبيت وتمر الساعات وتمر الايام وعايض لحد الان ما ندري وينه. عايض مختفي يا جماعه الخير ومر على فقدانه ذاك اليوم 48 ساعه يعني ما يعادل يومين. يقول عمر في صباح اليوم الثالث يقول لي يجيني اتصال وناظر الا هو برضو رقم ثابت ويرد علي الضابط. قال لي السلام عليكم عمر الان راح امرك بالسياره انا وشخص راح نطلع المكان نحتاج مساعدتك. قلت له ابشر. يقول والبس ملابسي وانتظر الضابط يجي. صدق يضرب لي بوري واركب معاه ونروح يا جماعه الخير المكان بري يبعد عن المدينه ما يقارب ممكن 30 35 كيلو بعدها نزل من الطريق المزفلت ودخل للبر. الا ناظر قدام سيارات الاسعافات وهليكوبتر وشرطه مطوله فوق المكان وانزل مباشره واركض للسياره. العسكري يقول لا تلمس شيء خلك ويفتح لي الباب العسكري واناظر عايض ميت والدم مالي ملابسه وجثته لها ما يقارب يومين ونصف في نفس المكان. يقول ضاق صدري وما ادري وش اسوي الا الضابط ينادي لي قال لي تعال تعرف من صاحب السياره ذي؟ وناظر في السياره زين يا جماعه الخير اللي هي نفس السياره اللي كانت بتصدمني واللي نزلوا وطعنوا عايض. قلت له حضره الضابط تذكر ذاك اللي وريتك وجهه قبل؟ ترى هذا هو نفسه صاحب السياره. قال لانه السياره مشيوله اللوحات حقتها وبرضه حاذفين رقم الشاصي او الرقم اللي سجل على السياره اللي هو رقم هيكل السياره.
قلت له اي نعم يا حضرة الضابط، هو نفس الشخص هذاك. قال لي زين زين، وانا قلبي معايض. قلت الرجال باقي على زواجه اسبوع وممكن اقل من اسبوع، وفقد حياته من ناس ما يخافون الله، والطريقة المقتول فيها طريقة بشعة لأبعد درجة، ما هي طبيعة انسان. الانسان ما يسوي كذا نهائيا، ذبح حايض حرفيا بطريقة قبيحة مرة. المهم الشرطة سوت اللي عليها والاسعاف سوى اللي عليه، وخذوا جثة عايض ودوه المستشفى. بعد ما حللوا الحادثة قالوا عايض طلق في راسه 3 طلقات وطاعنين عدة طعنات في جسمه. بالاسلوب هذا ما يسويه الا متعاطي. صاروا يبحثون عن الرجال اللي اعطيتهم اسمه، وصدق بعد فترة قبضوا عليه وحققوا معاه واعترف انه مو هو اللي قتل، اللي قتلوا 2 من اخوياه. وقاتلين يا جماعة الخير بسبب ان عايض هو اللي علم عليهم وخلوا الشرطة هم اللي يمسكون اخوياه. المهم بعد مرور ممكن اسبوع الا جابوا 2 اللي سووا الجريمة، وطبعا اللي ساق السيارة معهم مشارك في الجريمة، وهذه يا جماعة الخير جريمة الغدر. غدروا بخويهم لانه معتقدوا بس انه علم عليهم. يقول عمر بعد ما خذوهم ودوهم للسجن، يقولوا مرت الايام والشهور وجت اللحظة اللي عايض ينام في قبره مرتاح، وكنت حاضر ذاك الموقف بكل قوة وصلابة بدون ما تطرف لي عين او تنزل لي دمعة. يقول جت سيارة بيضة فتحت الباب من ورا، الا نزلوا 3 مغطين روسهم، بعدين اسدحوهم جنب بعض يبعدون كل واحد عن الثاني بمسافة متر، ويسحب الرجال هذا سيفه. كان الرجال هذا وقوفه عظيم، يقول ممكن يجي طوله في 1.90 متر او 2 متر، شخص عريض ذو قوة بدنية مخيفة. يقول يرفع السيف ويطق رقبة الاول، يقول تنفصل الرقبة على الجسم، ويطق رقبة الثاني ويطق رقبة الثالث، ولا الناس الله يرحمك يا عايض. ولهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم. الحكمة اللي خذناها من القصة يا جماعة الخير، وانا قلت في السناب ان هذه القصة قصة عظيمة، اذا انت كنت في طريق الخطأ او في طريق الهلاك، حاول انك تطلع لبر الامان في اقرب وقت، واخوياك القدامى كلهم حاول تقطعهم، وغير علاقاتك من الناس السلبية والسيئة الى الناس الكويسة، لان الناجح يرقيك فوق والسيء يسوءك دائما. اكتبوا لي رايكم تحت عن قصة اليوم، واشوفكم في مال الله في قصة جديدة. سلام عليكم.